بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمن بالخير والسعادة، الله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لدينا باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمة الله عليه في أشرف الرسائل: يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام أوائل الليل ويستيقظ عند نصف الليل الثاني، ويستاك ثم يتولأ ثم يصلي إلا أن يبقى من الليل نحو سدسه فيلتجع مع أهله، فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهن وإلا حدثهن، أو نام إلى قبيل الفجر فلم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من المحتاج إليه منه، وكان ينام على شقه الأيمن ذاكرا لله تعالى حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البطن من الطعام والشراب، وكان ينام تارة على الفراش المحشو بالليف كما مر في بابه، وتارة على النطع، وتارة على الحسير، وتارة على الأرض. هذا هو خلاصة بيان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينام أوائل الليل ويستيقظ عند نصف الليل الثاني، ويستاك ويتولى ثم يصلي، هذا يعني الصلاة، صلاة التهجد في آخر الليل. نعم. كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان والأيام بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، أو يعني يتوسط، يعني في الوسط، أولا ينام وآخرا ينام. هكذا كان له صلى الله عليه وسلم أفعال ثلاثة، لكن الأغلب هذا الذي ذكر ابن حجر رحمه الله. نعم. ثم كيف كان هذا؟ لم يكن يأخذ، هذا المهم، هذا لم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، وكذلك لا يمنع نفسه من المحتاج إليه منه، يعني من النوم، ينام قدر الحاجة فقط، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، معتدل. وهذا يعني الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص الأفراد، صحتهم ومرضهم، قوتهم، عافيتهم، هكذا يختلف. ثم ولا يمنع نفسه، وكان ينام على شقه الأيمن ذاكرا لله حتى تغلبه عيناه. لماذا؟ لأن يكون آخر عمره لو توفي أثناء نومه، ممكن يتوفى في النوم، فإذن يكون آخر عمله عبادة، لو نام ذاكرا لله تعالى ثم توفي أثناء النوم يكون آخر عمله عبادة. نعم. ثم غير ممتلئ البطل من الطعام والشراب، هذه يعني تعاليم طبية، عند النوم لا يكون بطنه ممتلئا، غير ممتلئ البطن من الطعام والشراب،
بل يكون متوسط. ثم كان ينام تارة على الفراش المشوي بالليفي، تارة على النطعي، تارة على الحسير، تارة على الأرض مباشرة بدون فراش. نعم هكذا. ثم ذكر علي القاري رحمه الله النوم على الظهر أردأ النوم، وأردأ منه النوم منبطحا على الوجه، منبطحا يعني هكذا منقلبا على الوجه، هذا أردأ منه. وقد روى ابن ماجه رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بمن هو كذلك في المسجد، رجل كان ينام في المسجد منبطحا على الوجه، يعني هو راقد على بطنه ليس على ظهره، ضربه برجله، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله هذا الرجل وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية، يعني هذا النوم على البطن على الوجه نومة جهنمية. ثم لعل السبب فيه أنه موافق لرقاد اللوطية المحركة للناظر داعية الشهوة النفسية الشؤمية. نعم هكذا، لو رأى رجل لوطي آخر ينام على هذه الهيئة يحرك داعية شهوته، ممكن لأجل ذلك هكذا كان عندهم عادة لذلك صارت هذه النومة نومة جهنمية، هكذا ذكر علي القاري احتمالا. نعم. ثم ما هو النوم؟ النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، فهو آفة، نوم آفة. ومن ثم قيل إن النوم أخو الموت، النوم غشية يغشى، غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطع هذه الغشية الثقيلة القلب عن أي شيء، عن المعرفة بالأشياء، نعم، عن شعور القلب، عن حضور القلب تقطعه، فهو عافة. ومن ثم قيل إن النوم أخو الموت. أما السنة نعم، هذا النوم ثم السنة، السنة يعني قليل النوم، أوائل النوم في الرأس فقط، والنعاس يكون في العين. نعم. وقيل السنة هي النعاس، وقيل السنة ريح النوم يبدو في الوجه ثم ينبعث إلى القلب فيحصل النعاس ثم النوم، فإذا أوائل السنة ثم النعاس ثم النوم، وهكذا. نعم. فإذا نقرأ الكتاب باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه قال قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال أنبأنا إسرائيل رضي الله عنه يا أبي إسحاق رضي الله عنه عن عبد الله يزيد عن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم هكذا يلتجي على اليمين كما ذكرنا، ثم يضع هكذا كفه اليمنى تحت خده الأيمن هكذا، ثم هو يذكر الله تعالى كثيرا حتى تغلب هو عيناه يذكر الله تعالى. من هذه الأذكار والأدعية ذكر في الأحاديث يعني الأهم هذا دعاء ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هناك مناسبة، لماذا؟ كما ذكرنا هذا النوم أخو الموت، احتمال أن يموت في هذا أثناء هذا النوم، إذن أن يكون آخر دعائه هكذا ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، ثم بعد ذلك هو دعا استعاذ عن عذابه تعالى، عذاب الله تعالى، هذا لتعليم الأمة، وكذلك تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن حجر رحمه الله ذكر ذلك مع عصمته تواضعا وإجلالا له إجلالا لله تعالى وتعليما لأمته إذ يندب لهم التعصيب بالإتيان بذلك عند النوم لاحتمال أن هذا آخر عمره وليكون آخر أعمالهم ذكر الله مع الاعتراف بالتقصير الموجب للعذاب. إذن هذا اعتراف بالتقصير. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال أنبأنا عبد الرحمن رضي الله عنه قال أنبأنا إسرائيل رضي الله عنه النبي إسحاق رضي الله عنه النبي عبيدة رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك. يعني اختلاف رواية اختلاف باللفظ في الروايتين. أولا يوم تبعث عبادك وهذا يوم تجمع عبادك كلاهما بمعنى واحد. هذا ذاك البعث وهذا الجمع جمعهم من قبورهم في إلى المحشر في المحشر لأجل الحساب. هذا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق رضي الله عنه قال أخبرنا سفيان رضي الله عنه أن عبد الملك بن عمير رضي الله عنه الربيعي بن حراش رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم باسمك أحيا وأموت باسمك معناه على ذكري لإسمك باسمك يعني على ذكري أنا أموت وأحيا على ذكري لإسمك مع اعتقادي لعظمة مدلوله مدلول الإسم يعني عظمة ذات الله تعالى وتفرده وتفرد المدلول بالألوهية والملك. هذا معنى قوله باسمك على ذكري لإسمك أموت وأحيا معناه يميتني ويحييني الله سبحانه وتعالى يميتني ويحييني الإماتة والإحياء من الله تعالى. نعم فإذا الموت والحياة متابع أحياء وأمات. نعم فاندفاع الإنسان بالحياة إنما هو من أجل الفوز بالطاعة والبعد عن المعصية فمن لم يندفع بها من هذه الحيثية كان كالميت. ثم قال علي القاري اللهم باسمك أموت وأحيا أي باسمك اللهم أنام وأندبه للقيام أو بذكر اسمك أحيا ما حييت فعليه أموت. فقال القرطبي قوله باسمك أموت يدل على أن الاسم هو المسمى أي أنت تحييني وأنت تميتني كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك. هذا معنى هنا عليه النشور النشور يعني الإياب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا لأجل الحساب. نعم المآب والمرجع إلى المحشر. ثم فإذن في هذه الدعوات وفيما يأتي من الدعوات اعتبار الموت عند النوم عند النوم يعتبر حالة الموت كأنه آخر حياته في كل نوم في كل ذهابه إلى الفراش يعتبر كأنه آخر حياته هكذا لأجل احتمال الموت في أثناء ذاك النوم. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا المفضل بن فضالة رضي الله عنه عن عقيل رضي الله عنه أراه عن الزهري عن عروة رضي الله عنه هكذا قال مفضل أن عقيل قال أراه يعني أظنه عن الزهري يعني عقيل يروي هذا عن الزهري هكذا ظن المفضل. نعم
أن رودة أن عائشة رضي الله عنهم أنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدو بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. إذن هكذا أولا يجمع الكفين ثم ينفض بهما ثم يقرأ هذه السور ثم يمسح هكذا ما استطاع يبدو رأسه ووجهه هكذا ما أقبل وما أدبر ثم ما أقبل وما أدبر من جسده. في هذه الرواية ورد النفس قبل القراءة لكن النفس بعد القراءة. فإذا وقرأ الواو لمطلق الجم فقط. هذه الرواية ليست بمشكلة. ثم هكذا يصنع ثلاث مرات. فإذا هذا يفيد أنه يقرأ الإخلاص والمعوذتين مرة وينفذ ثم يمسح ثم أيضا يقرأ الإخلاص والمعوذتين مرة أخرى ثم ينفث ويمسح ثم أيضا يفعل هكذا ثلاث مرات. نعم هذا دعاء. وكذلك يعني فيما مضى أيضا ذكر الدعاء. ما هو حكمة الدعاء عند النوم؟ حكمة الدعاء عند النوم وقوع الذكر خاتمة أمره وعلمه وعمله. ما وحكمته إذا أصبح افتتح نهاره ووقوع أول أعماله. حكمة الدعاء إذا أصبح ما هو افتتح نهاره ووقوع أول أعماله بذكر التوحيد والكلم الطيب آخرا وأولا يكون بالذكر. هذا هو الحكمة. نعم هنا لكن في بعض الروايات فقرأ فنفذ بهما فقرأ وبالأولى تبين أن الفاء في الثانية ليست لترتيب. نعم الفاء تأتي للترتيب لكن في هذه الرواية ليست للترتيب بل بمعنى الواو. فلا فرق بين تقدم النفس على القراءة وعكسه لكن يكون كل منهما متأخر عن جم الكفين. وظاهر كلام بعضهم أن الأولى تأخير النفس فيه على القراءة وأنه حمل رواية الفاء على أن المراد فأراد أن ينفذ بهما قرأ فنفذا. فإذا معنى نفذ بهما معناه أراد النفس ثم فقرأ ونفذا هكذا هو الترتيب. نعم جمع الكفين فنفذ بهما يعني أراد أن ينفذ بهما لكن لم ينفذ بدون القراءة وقرأ ثم نفذ. هذا هناك اليهود أيضا يرقون. قيل وكان اليهود يقرؤون ولا ينفذون فزاد عليهم الصلاة والسلام أن نفذ مخالفة لهم. نعم فيه مشروعية عن نفسه بالقراءة. هذا رقية. هذا رقية مشروع. السلفيون ينكرون هكذا هم ينكرون كثيرا من كثيرا مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. يعني عندهم أغراض ومصالح يذكرونها فقط لا ينظرون ولا يفكرون في موارد الشرع حق تأمل وفكر. لذلك أخطأوا كثيرا. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن سلمة بن كهيل رضي الله عنه عن كريب رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخا وكان إذا نام نفخا فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتولَّ. وفي الحديث قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخا. هذا النفخ ليس ما
كان على الندرة بل عادته أن ينفخ. نعم نفخ يعني هذا إخراج الصوت، يعني الصوت الذي يخرج من النائم، هذا هو النفخ. نعم نفخ أي بفمه. ثم فآذنه بلال عليه، فأتاه بلال فآذن وعلمه بالصلاة. آذن بمعنى علم كما سبق، أما أذن هذا هو نداء خاص، علام بدخول، علام خاص يعني علام بدخول وقت الصلاة، ذاك التأذين وهذا إذان. ثم فقام وصلى ولم يتولى، وفي الحديث قصة، هذا قصة تتأتي نعم عن قريب. ثم ولم يتولى بعد النوم، النوم ينتقل به الوضوء. ذكر ابن حجر رحمه الله لأنه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وضوءه لا ينتقل بالنوم مطلقا. لماذا؟ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج منه حدث لا أحس به، لو خرج منه حدث لا أحس به. فإذا أثناء نومه لو خرج حدث يتولى وإلا لا يتولى. يعني حالته صلى الله عليه وسلم في النوم كحالة الآخرين في اليقظة، يشعر بالحدث. فإذا لو خرج يتولى وإلا لا يتولى. نعم حالته صلى الله عليه وسلم لا تساوي أحوال الناس بل حاله خاصة. النوم مظنة لخروج شيء، لماذا؟ لأن النوم أثناء سبب لاسترخاء المفاصل، لذلك يكون هناك مظنة للخروج. فإذا هذا سبب ناقل الوضوء هو خروج الحدث، لكن بالنوم لا يخرج الحدث بل يكون مظنة لخروج الحدث. فإذا علق الحكم هنا بمظنة السبب، هذا النوم ليس مظنة الخروج شيء من الحدث بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجابه به نفسه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن عدم تولؤه بعد نومه. نعم. ثم ممكن هذه القصة قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة. ثم وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا عفان رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه عن ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤويا. فإذا يحمد الله سبحانه وتعالى متى عند استعداده للنوم بقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. نعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فإذا هذا حمد على نعمة الإحياء إطعام. نعم الإسقاء. نعم إنما ذكرهما هنا لأن الحياة لا تتم إلا بهما كالنوم. إذن الحياة لا تتم إلا بالطعام والشراب، وكذلك لا تتم إلا بالنوم. فإذن هذه الثلاثة من وعد واحد، يعني من مكملات الحياة ومن أجزاء الحياة اللازمة. وإلا النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر من المهمات. فإذا النوم فرع للشبع والري، ذهاب الجوع والعطش، وفراغ الخاطر من المهمات والأمن من الشرور والآفات، فلذلك ذكر ما بعده أيضا. ثم كفانا مهماتنا دفع عنا أذياتنا هكذا وآوانا بالمد هكذا ذكر
كثيرا. عوانا سقانا وكفانا وآوانا. الظنان المهمان واللافان. الإيواء مما عوانا من الأشرار. نعم. ثم قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤويا. يعني هناك رجال كثيرة لا مؤوية لا كافية له، بل هم يقعون. كم من الخلق، معنى كم من الخلق، كثير منهم لا كافية له ولا مؤوية على الوجه الأكمل عادة. فالله سبحانه وتعالى كاف لجميع خلقه ومؤو لهم ولو من بعض الوجوه، لكن وإن كان لا يكفيهم ولا يؤويهم من بعض آخر فلا يكفيهم شر أعدائهم، بل يسلط عليهم ولا يؤويهم إلى مأوى، بل يتركهم يتأذون ببرد السحارة وحرها. هكذا. نعم. إذن حمد الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيوائه إلى فراش، إلى منزل، إلى فراش. هكذا. كم من الناس ليس لهم مأوى، بل هم يعني أبناء الطرق والشواري واللهياء والصحراء. هكذا. وكذلك كم من الناس لا يكفيهم الله سبحانه وتعالى شر أعدائهم، لا يكفيهم اللذيات، بل يتعرضون. نعم. إذن تذكر هذا الأمر أيضا لمبالغة في الشكر. نعم. وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن سليمان بن قال حدثنا سليمان بن حرب رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه حميد رضي الله عنه عبد الله المزني رضي الله عنه عبد الله بن رباح رضي الله عنه النبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمني، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا عرس بليل. ما معنى عرس؟ عرس من التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للنوم أو الاستراحة. لأن إذا عرس بليل معناه إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره بليل للنوم والاستراحة. ماذا يفعل؟ إذ اتجع على شقه الليل لو كان آخر الليل، أي وضع رأسه الشريف على لبنة كما في رواية. نعم. على شقه الليل وضع رأسه الشريف على لبنة، هذا يجعل لبنة وسادة. ثم هذا في آخر عرس بليل، يعني في آخر الليل. وإذا عرس قبيل الصبح، عرس بليل يعني آخر الليل، معناه في النصف الأخير، يعني في أوائل النصف الثاني، هذا معناه. فإذا يكون هناك وقت كاف للنوم، يكون وقت طويل. لكن لو نزل يعني قبيل الصبح لا يكون هناك وقت طويل، بل وقت قليل. عندئذ كيف ينام؟ نصب ذراعه، هكذا ينصب ذراعه تحت يعني رأسه، ثم وضع رأسه على كفه. هكذا ينام. حكمته، حكمت هذا النوم، يعني نصب الذراع ووضع رأسه على كفه. إذن نصب الذراع، إذن هكذا يكون نصب، يعني لا يكون إسقاط هذا الذراع على الأرض، بل يكون هكذا نصبا. نعم. هكذا ينصب، ثم يعني يرفع الركبة عن الأرض. حكمته تعليم أمته بذلك. فإذا ينبغي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأفعال. لو تأخر رجل في نومه لأجل شغل أو أمر آخر، كيف ينام؟ هكذا، يعني ينصب ذراعه ثم يضع رأسه على كفه. ثم هذا نوم مستعجل،
ليس النوم مطمئن لئلا يسكل بهم النوم فتفوتهم صلاة الصبح أول وقتها. يعني لو ثقل به النوم تفوته صلاة الصبح أول وقتها، لذلك لا ينام، لا يلتجي على شقه الأيمن، ولا يضع رأسه الشريف على لبنة النوم مثلها من الوسادة. ويسن للمسافر تحري ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم وتحصيلا لفضيلة صلاة الصبح أول وقتها. ثم بعده، ثم باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله في شرحه عقب باب النوم بباب العبادة، يعني قبل هذا باب النوم، بعده في عقبه باب العبادة. ما المناسبة بينهما؟ لأن نومه صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات وأكمل الطاعات. هكذا المناسبة. ثم العبادة، ما معنى العبادة؟ أقصى غاية الخضوع والتذلل، أقصى غاية الخضوع والتذلل، هذا معنى العبادة. وتعرفت في الشرع بما جعل علامة على ذلك، يعني صارت معروفة في الشرع معنى العبادة ما جعل علامة على أقصى غاية الخضوع والتذلل. ما هي العلامة؟ من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك. ثم يقول والتحقيق من أقواله، من أقوال أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد قبل النبوة بشرع أحد، وتعبده بحراره إنما كان بالتفكر في مصنوعات الله وغيره من العبادات الباطنية هكذا، وإكرام من يمر عليه من الضيفان، فإنه كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا ويتعبد فيه بذلك. كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا شهرا، في كل عام شهرا شهرا، هذا قبل النبوة، نعم، يتعبد فيه شهرا. ثم في العام الأربعين من عمره جاء جبريل عليه السلام بهذا الوحي بكتاب الله تعالى، نعم هكذا. ثم هو قال أني التحقيق من أقوال أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد قبل النبوة بشرع أحد، هذا رأي واحد. ثم بعض قال بعض العلماء قال إنه صلى الله عليه وسلم يتعبد باجتهاده، وبعض قال يلهم الله تعالى يلهم إليه، وبعض قال أنه تعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام، هكذا أقوال مختلفة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه، بشر بن معاذ رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عوانة رضي الله عنه زياد بن علاقة رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندفخت قدماه، وقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. هذا يعني عبادته صلى الله عليه وسلم مشهورة بهذا القدر، حتى اندفخت رجلاه قدماه، هكذا كان عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى سئل أتتكلف هذا، يعني أتلزم نفسك هذه الكلفة والمشقة التي لا تطاق، يعني أنت تكلف نفسك فوق الطاقة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذا نهي عن تكليف النفس أكثر من الطاقة. فإذا هذا هو باعث السؤال. وكذلك هناك أمر آخر، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما معنى غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذه عبارة عن العصمة، يعني أنت معصوم،
ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب، لأجل ذلك ليس في حقه مغفرة الذنب. هكذا. فإذا معنى هذا يعني هذه العبارة أنه معصوم، كما ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يعني لو لم تكن معصوما هذا ذنب ينقضك، هذا معناه. أتوا به على طبق ما في الآية، وحينئذ يأتي به ما قدمته فيها في باب خاتم النبوة. ثم فلا أكون عبدا شكورا، هذا هو الجواب. الفاعل السببية عن محذوف، أي أترك الكلفة نظرا إلى عمدة المغفرة. أفلا أكون عبدا شكورا، لا بل ألزمها وإن غفر لي لأكون عبدا شكورا. يعني تكسير العبادة ليس لي تكفير السيئات، ليست لتكفير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ليس لهذا القصد، بل هذا لأن أكون وأن أكتب من الشاكرين، لأن أكون عبدا شكورا. بالمعنى أن المغفرة سبب لكون ذلك التكليف شكرا، فكيف أتركه؟ المغفرة سبب لكون ذلك التكليف شكرا، هذا التكليف يعتبر شكرا للمغفرة ولجعله معصوما. فإذا كيف يتركه؟ لو ترك يكون عبدا غير شاكر. لذلك لا يترك، بل أراد ما أحب أن يكون عبدا شكورا. شكورا هو صيغة مبالغة. بل أفعله ليكون مبالغا في الشكر بحسب الإمكان البشري لخطر تلك النعمة العظيمة. نعم، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله. نعم. ثم وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث رضي الله عنه قال أخبرنا الفضل بن موسى رضي الله عنه عن محمد بن عمرو رضي الله عنه النبي سلمة رضي الله عنه النبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا حتى ترم قدمه، يعني انتفخت من الورم. نعم. وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي رضي الله عنه قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه النبي صالح رضي الله عنه النبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه، فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثبا، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا تولأ وخرج إلى الصلاة. نعم. فإذا أسود بن يزيد سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فإذا هكذا بينت كان ينام أول الليل ثم يقوم، كان ينام أول الليل ثم يقوم هكذا. كان ينام أول الليل أي بعد صلاة العشاء الواقعة أحيانا بعد نصفه الأول. ينام أول الليل متى يكون هذا؟ بعد صلاة العشاء الواقعة أحيانا
بعد نصفه الأول، ثم على صلاة العشاء متى تكون؟ أحيانا يكون بعد نصفه الأول ثم يقوم. هكذا يعني يكون تأخير النوم ثم يقوم، أي السدس الرابعة والخامسة للتهجد. فإذا كان من السحر، السحر السدس الأخير أوتر، أوتر معناه صلى ركعة الوتر، صلى ركعة الوتر. علي القاري قال الصواب أن يقال صلى الوتر ليشمل المذهبين، إذ لا دلالة به على أنه صلى ركعة أو ركعات، صلى صلاة الوتر، صلاة الوتر عند الشافعية بركعة على الأقل أو ثلاثة أو 11، ما عند سادة الحنفية بثلاث ركعات يعني موصولة، لا بأس. ثم أتى فراشه، بعد هذا يأتي فراشه لنومه في النوم، فإنه يستحب في السدس السادس، هذا النوم يستحب في السدس السادس، يعني بعد هذه العبادة ينام قليلا. لماذا؟ ليتقوى بها على صلاة الصبح وما بعدها من وظائف الطاعات، ولأنه يدفع صفرة السهر عن الوجه، هكذا يستريح قليلا جدا. ثم إذا كان له حاجة في هذا الوقت علم بأهله، يعني قرب منهم، يقضي حاجته فيهن. نعم، هكذا كان يعني في وسط الليل، لذلك سنة أيضا هكذا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد، فإن الجدير بالنبي صلى الله عليه وسلم أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. قال التيبي ويمكن أن يقال ثم هنا لتراخي الأخبار، أخبرت أولا، لأن عادته صلى الله عليه وسلم كانت مستمرة بنوم أول الليل وقيام آخره، ثم أن اتفق أحيانا أن يقضي حاجته من نسائه فيقضي حاجته ثم ينام في كلتا الحالتين، قليلا ينام بعده، ثم إذا سمع الأذان وثب، فإذا يقضي حاجته ثم ينام قليلا، أو بدون قضاء حاجته لو لم يكن ينام قليلا، ثم إذا كان جنبا أفاض عليه من الوعي، وإلا تولى وضوءا جديدا، هذا تجديد الوضوء لأن نومه لا ينقض الوضوء، ثم أو أن حصل له ناقل في نومه غير النوم، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج حدث لذلك تولى، فإذا هذا أصل النوم لم ينقل وضوءه، ثم خرج إلى الصلاة. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه مالك بن أنس رضي الله عنه حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه مالك رضي الله عنه عن ما خرمت بن سليمان رضي الله عنه قريب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال فالتجعت في عرض الوسادة، والتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتولأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن ست مرات، ثم أوتر ثم التجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذه القصة التي ذكر المصنف في الباب الماضي، وفي الحديث قصة. نعم، التجعت في عرض الوسادة.
هذا ابن عباس لما بعث عند ميمونة خالته لأن يراقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما كما ذكر بعض العلماء كان هذا إرشادا من أبيه عباس رضي الله عنه، أرشده أن يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأن يراقب عبادته بليله. لذلك قال العلماء أن ابن عباس لم ينم أصلا في تلك الليلة لأنه كان مراقبا أو نام يعني قليلا جدا. وفي غيره ثم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم. التجأت في أرض الوسادة والتجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. كذلك ميمونة أيضا، لماذا؟ ما كان في بيته أكثر من وسادة، لذلك هذه الوسادة توسد بها هؤلاء الثلاثة. فجعل ثم استيقظ ثم جعل يمسح النوم عن وجهه. يمسح النوم أي أثره، أثر النوم بما يعتر الوجه من الفطور ونحوه. هكذا عندما يمسح الوجه بعد الاستيقاظ من النوم يكون إذهاب للفطور ونحوه الذي كان في الوجه بسبب النوم، يكون هذا سببا للنشاط، هذا يعني فعل معنوي، تيسير معنوي. وفيه ندب ذلك، هذا مندوب، لأنه به يزول الكسل ويقوى النشاط للعبادة. هذا المسح، مسح أثر النوم من الوجه، يزيل الكسل في العبادة ويقوي النشاط للعبادة، لذلك هذا مندوب أيضا. ثم هكذا مسح، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. هذا قول بداية من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هكذا إلى آخر السورة. ثم قام إلى شن معلق، هذا شن يعني بياع صغير يحفظ الماء فيه في الليل خاصا، كان معلقا فتولأ منها ثم فأحسن الوضوء يعني أسبغ الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فقمت إلى جنبي، هو أيضا هكذا إذا قام وتولأ ثم بعد ذلك قمت إلى جنبه، يعني إلى جنبه الأيسر قام. إذن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه هكذا وضع، ثم على رأسي، ثم أخذ بأذنه، فإذن هكذا وضع يده على رأسه ثم هكذا حول كأنه يفتش الأذن، ثم بعد ذلك أخذ بأذنه ثم فطل يعني عالم هنا أحس بإيلام، ففطلها فصلى ركعتين، ما حوله إلى اليمين ففطلها ثم ماذا فعل؟ حوله إلى اليمين فصلى ركعتين. في هذا يعني فوائد كثيرة. فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، هكذا قال، أدارني عن يمينه. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها أنه يسن للمأموم الواحد الوقوف عن يمين الإمام والتحول إذا وقف عن يساره، الإمام يحوله إلى يمينه إذا وقف عن يساره، هذا أيضا مندوب مسنون. فإن لم يتحول حوله الإمام ندما، وكذا يندب له حيث ارتكب المأموم خلاف السنة في صلاته إرشاده إلى السنة بما يمكنه من فعل وغيره. كيف يرشد في الصلاة بما يمكن من فعل وغيره مما لا يبطل صلاته؟ أن الفعل القليل لا يؤثر بل قد يكون سنة كما علمت، وأن الصبي كالبالغ جماعة وموقفا وغيرهما
هذا ابن عباس كان صبيا، مع ذلك اعتبره بالغا. ثم وصحة النافلة بالجماعة وندب السلام من كل ركعتين بالوتر وغيره، هكذا يعني فوائد عديدة. صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله قال معنى 6 مرات، فإذا هنا يعني 5 مرات ذكر. خمس مرات من ذكر مالك بن أنس رضي الله عنه، لا يعني قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، ثم إسحاق بن موسى عن معن عن مالك، إذن معن قال 6 مرات، قتيبة قال 5 مرات، نعم، إذن مجموع 10 ركعات عند قتيبة، في رواية قتيبة، في رواية معن مجموع 12 ركعات. ثم أوتر، ثم أوتر يعني كما ذكر ابن حجر رحمه الله صلى ركعة للوتر، فإذا مجموع 11 ركعة أو 13 ركعة. ثم التجا حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، هذه الركعتين يعني سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه شعيب شعبة رضي الله عنه النبي زنبة رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا موافق لرواية معاني، نعم 13. ثم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا أبو عوانة رضي الله عنه قتادة رضي الله عنه زرارة بن عوف رضي الله عنه سعيد بن سعيد بن هشام رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. نعم لو فاتته صلاة التهجد، كان إذا لم يصلي بالليل يعني فاتته صلاة التهجد لسبب يعني لأجل نوم أو غلبة العين هكذا، ماذا يفعل؟ هو يصلي 12 ركعة في النهار يعني وقت الضحى يصلي 12 ركعة قضاء لما فاتته من التهجد، لكن التهجد لا يقضى في النهار، فإذا هذا تحصيلا لثواب ما فاته من صلاة التهجد، هكذا ذكر الإمام، هو لا يقضى بالليل في النهار، لذلك معناه يصلي 12 ركعة يعني من النفل المطلق، لماذا؟ إدراكا لما استدراكا لما فاته من ثواب التهجد، هكذا، إذن هذه 12 غير صلاة الضحى. ثم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء رضي الله عنه قال أخبرنا أبو أسامة رضي الله عنه هشام يعني ابن حسان رضي الله عنه محمد بن سيرين رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. افتتح، فإذا ابتداء التهجد بركعتين خفيفتين، هكذا. لماذا هذا ركعتين خفيفتين؟ فيه دليل للندب هاتين الركعتين وأنهما مقدمة لصلاة الوتر ليدخل فيه بعد مزيد يقظة وتأمل، وكما ندب قيام السنة القبلية على الفرضية، وهذا بمنزلة السنة القبلية من الفرض. نعم هذا لأن يكون على نشاط. نعم لماذا ركعتين خفيفتين؟ والحكمة فيه تهوين الأمر على النفس ابتداء لحصول النشاط والإرشاد إلى أن من شرع في شيء فليكن قليلا قليلا حتى يتعود نفسه بالعمل على التدريج، فيكون الشروع في بقية عمله بالنشاط وإتمامه على الوجه الأكمل. هذا حكمة هاتين الركعتين الخفيفتين، يكون يعني الممارسة
المباشرة بالعبادة على التدريج قليلا قليلا هكذا. فإذا يكون هذا الأمر يهون الأمر، يعني الركعة الثانية تهونان الأمر على النفس ابتداء، يحصل النشاط والإرشاد إلى يعني أمر التدريج هكذا. هكذا يعني فوائد كثيرة. ثم نعم الباقي نقرأ بما بعد إن شاء الله. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.